بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. الأخوة الكرام نخبات كلمات السلام عليكم ورحمة الله. أنا في الحقيقة ما كانش برمج يعني سمعت باللقاء فجيت، ولكن كان معايا بعض السيد رئيس الحكومة سعلي دافع على المسار العام، معناها بتاع الترويكا، وذكر الترويكا أكثر من مرة، وهذا شيء يحسب له على كل حال، لأنه إحنا التجربة هذه ما نقدرش نقول إحنا اللي قمنا بها وحدنا، بل كما يعرفوا تونس الكل إحنا كنا في ائتلاف، والائتلاف هذا كل من أعضاء الائتلاف قام دوره في إنجاح التجربة. أنا مش ندافع عنكم بشكل، لأنه للأسف الشديد برشا حاجات تتقال على الحكومة على أنه الحكومة هذه كانت فاشلة كما تعرفوا، فمش نعطي بعض أرقام، وطبعا الأرقام هذه فيريفيرد يعني يخلف على جوجل، أي واحد ينجم يدخل وينجم يعمل فيريفيكاسيون نشوف إذا كان الميزانية قداش تنفذ منها، لأنه الميزانية ماهيش شغلة متاع وزارة واحدة، تتعدى على وزارة المالية، وفي معناها الوزارة كذلك في إدارات عديدة، فهي شأن معناها الجميع، أي واحد ينجم يشوف شنو تعمل شنو لا. أنا عملت مقارنة، عملت معدل بين 2009-2010، خليت 2011 سنة الثورة، طبعاً ما نجمش، طبعاً إحنا ما كناش في السلطة 2011، بالتالي إذا فيها حاجة باهية ما نجمش نتبناها، وإذا فيها حاجة أقل، على كل حال هي سنة الثورة، دونك سي اون اني طونبون، ما عملنا ما دخلناهاش في المعدل، لا 2009-2010 ولا معدل 2012-2013. وأعطينا مقارنات، عملنا مقارنات على كل حال، عملناها بالنسبة، أنا نحكي على وزارة الفلاحة للأسف، ولكن أحسب أنه الإخوة في الوزارات الأخرى كما قال سعلي خبيلي في وزارة التجهيز مثلا عملوا مقارنات ما قبل الثورة وما بعد الثورة في السنتين هذوما، قارنوا الأشياء اللي عملوها الكياسات اللي عبدوها فهل عامين بكل موقع تعبيده من وقت الاستقلال واندراجه، وثم أرقام الحقيقة مشرفة جدا. أنا عملت مقارنات فيما يخصني كذلك في وزارة الفلاحة، شنو لقيت؟ لقيت بالنسبة للاستثمارات العمومية، استثمارات عمومية يعني الأشياء اللي مبرمجو، كما تعرف وزارة الفلاحة هي وزارة نتاع تنمية وامتياز، وناس سعوديين معنا فكرة يقولوا المنوال التنموي قعد كيما هو، المنوال التنموي نتاع بن علي بقى كيما هو، والحكومة هذه ما غيرتش. الوقائع والأرقام تقول غير هذا تمام، علاش؟ لأنه المنوال القديم علاش كان مبني؟ كان مبني على جهات معناها ساحلية هي اللي تجر في الاقتصاد، معناها هي القاطرات، وبقية الجهات هي مقطورات، يعني من المناطق الداخلية وقت اللي ما يلقاش خدمة في سيدي بوزير وإلا في قصرين ولا في سريانة ولا في غيرها، شنو عليه إذا يمشي يحول البلاصة كيما تونس، كيما بنزرت، كيما صفاقس، كيما المستير، يعني المفيد يلقى بلاصة يلقى خدمة. إحنا شنو عملنا؟ والأرقام إيش كانت تقول؟ كانت تقول 84% من الاستثمار الخارجي، طبعاً مش نقارنه، بعض الأرقام تعطي صورة، 84% من الاستثمار الخارجي كان موجود في المناطق الساحلية، يعني كل المناطق الأخرى اللي هي أغلبية طبعاً فيها كان 14%. هالحكومة هذه إيش عملت؟ طبعاً إحنا ما نجمش نتحكم في الاستثمار الخارجي، الاستثمار متاع الدولة، المشاريع التنموية، المناطق السقوية، الآبار العميقة، الماء الصالح للشراب في المناطق الريفية، هذا الدولة تتحكم فيه، وهذه طبعاً هي كذلك تنمية، لأنه منطقة سقوية مش تعطي مواطن شغل للناس، مش يكون إنتاج في الجهات، هذه إحنا قلبنا المعادلة 74% مش 84، 74% موجودة في المناطق الداخلية. إذن الناس اللي تقول المنوال هو نفسه مش صحيح، إحنا
كان مبني على قاطرات ومقطورات. احنا جينا المقطورات وحطينا فيها التنمية وبالتالي ولات فيها انتاج، وبالتالي ما عادش واحد يجر والاخر مجرور، بل نتقدم مع بعض. ما هوش معقول، والدليل انه النتيجة في الثورة ما كانتش نتيجة جيدة. مناطق الداخلية كانت مناطق متاع فقر، رغم ان هي مناطق فلاحية بامتياز، فبالتالي احنا عملنا العكس تماما. وبالتالي الكلام اللي يقول انه منوال التنمية بقى هو ميدو ما هوش صحيح، لانه الارقام تقول 74% من التنمية اللي تقوم بها الدولة كانت في المناطق الداخلية. اذا نعطيكم فكرة على موقع برمجته من الاستثمارات. معدل يعني سنة 2009 بالنسبة للفلاحة، طبعا كنحكي عن ميزانية، نحكي عن ميزانية التنمية، مانيش نحكي على الشهريات ولا نحكي على المازوت والليسانس نتاع الإدارة. إذا الأرقام مش نعطيها لكم، هي أرقام نتاع التنمية، أرقام نتاع مشاريع تنموية، ما يسمى في تونس تيتر أ وتيتر دو. تيتر أ هي الشهريات وهي المصاريف الإدارية وغيرها، والتيتر دو هي التنمية، مشاريع المبرمجة للتنمية. بالتالي أنا مش أعطيكم فقط المشاريع المبرمجة للتنمية. إذن الأرقام مش تقول، تقول في سنة 2009 الاستثمارات العمومية كانت 263 مليار فاصل. طبعا التوانسة يقولوا ديما بالمليار، هي في الحقيقة مليون دينار، يعني 200 نتكلموا باللي يفهموه الناس عموما. إذا 263 مليار فاصل 2. 2010 كانت 318 مليار، معناها الاستثمارات العمومية في مجال الفلاحة معدل السنتين 2009-2010 هي 291 مليار فاصل 1. 2011 ديجا كانت أحسن، لأنها كانت 356 مليار فاصل 6، ما دخلناهاش في المعدلات. 2012 كانت 532 مليار فاصل 7، و2013 كانت 352 مليار كذلك فاصل 7. علاش؟ لأنه كما تعرفوا الميزانية بتاع 2012 وقع المصادق عليها في شهر ماي، فهمتني؟ وقع المصادق عليها في شهر ماي، بالتالي جانب منها بقى، وبالتالي 2013 برمجة الميزانية كانت أقل شوي. على كل حال المعدل هو 442 مليار فاصل 7، 442 مليار، يعني بتطور 152%. إذن هذا على مستوى البرمجة. طبعا وقت اللي نحكيه على البرمجة، التهمة اللي يجي مباشرة أنه أنتم برمجتوا وما نفذتوش، يعني التنفيذ كان أقل مما كان عليه في عهد بن علي. قلنا ربما نثبته، نلقاه بالضبط الأرقام. إذن الإنجازات المالية الآن نحكي على ما أنجز سنة 2009-2010 وما أنجز سنة 2012-2013. طبعا عندنا أرقام أخرى طبعا نعطيهم لكم. نسبة التطور سنة 2000، إذن قلنا معدل إنجازات سنتي 2009-2010 كانت 264 مليار فاصل 5. معدل إنجازات سنتي 2012-2013 كانت 401.3. بالتالي بتطور كومبارازار تطور 152% مرة أخرى، هذا على مستوى معناها الإنجاز. وهذا كي نقارنه حتى بالسنوات اللي قبل. أيوة الرجاء الإنجاز الشديد الشديد. شاكر أمرك شوي. لا أنا أظن شاكر إذا تسمح، يعني لأن التهمة هذه تاع الناس هذو ما عملوا شيء، الأرقام تفندها تماما. صحيح ربما للحضور كثرة الأرقام قد تكون مقلقة، ولكن أنا على كل حال بارك الله فيك، أنا على كل حال الأرقام هذه موجودة في إدارة النهضة، والمفروض يكونوا عداوها بالإيميل لكل الجهات باش طبعا الإخوة يشوفوها. وأكثر من هذا، إحنا عملنا مقارنات على مستوى وطني، عملنا نفس المقارنات 2009-2010-2012-2013 على مستوى كل ولاية، وعملنا كذلك
المشاريع الانجازات في كل ولايه، يعني ورغم ذلك حتى تقول له ها قداش انجزنا يقول لك ما لنا شيء. فبالتالي كل ولايه مش يكون فيها في ولايه كذا في دوار كذا صار بئر عميقه بعمق كذا وش اسمه بتكلفه كذا في البلاصه الفلانيه، معناها الطريق معبده في المسالك الفلاحيه من ولايه كذا الى ولايه كذا مثلا. كل ولايه مش يكون فيها شنو الانجازات اللي تمت بقداش التكلفه، وبالتالي وصور فوق ذلك نتاع الانجازات هذه كلها موجوده في دي سي دي اللي الاخوه ينجموا يطلعوا عليها وينجموا يقارنوا. اذا اخواني انا فقط حبيت نعطيكم مدام الاخ معناها اطلب مني الايجاز. اذا هذوما لكورب نتاع سنه 2009 2010 سنه 2011 وسنه 2012 2013 معناها الانجازات ظاهره 2011 في الوسط هذه فيما يخص المندوبيات الجهويه. الانجازات نفس الشيء كذلك هذاك البرمجه هذه الانجازات الكلام اللي كنت تقول فيه قبل. ثم الماء الصالح للشراب التطور اكثر بكثير لانه احنا في المناطق اللي صار فيها الثوره للاسف المعدلات اقل من المعدلات الموجوده في البلاد، فتجد انه مثلا فيما يخص الماء الصالح للشراب معدل 2009 2010 كان 24 مليار، معدل 2012 2013 77.7 يعني تقريبا ثلاثة مرات 300% تطور الانجازات فيما يخص الماء الصالح للشراب. فيما يخص المناطق السقويه اكثر من لا فيما يخص المناطق السقويه كذلك التطور كبير بين 70 مليون دينار فاصل 3 معدل 9 2009 2010 الى 2012 2013 156.1 كذلك بزياده تقريبا فوق ال 200%. فبالتالي مش زياده تطور 200% مش زياده اكثر من 100%. بالتالي اخواني هذه ارقام اللي معناها في الحمله الانتخابيه الجايه هذه بسألة هذه حكومه فاشله هذا كلام مفند بالارقام. على مستوى التشغيل اللي ما قالوش عليه قبلي سنه 2012 2013 طبعا الارقام زاد ما طلعتش. 2012 كانوا 132 ألف باوتر شهر. الاقتصاد التونسي مش لفونكسيون بوبليك، الاقتصاد التونسي كان 132 ألف. أحسن سنة في عهد بن علي كانت 2007 كانت 70 ألف موطن شهر. يعني الحكومة الفاشلة اللي سموها فاشلة يعني حقت تقريبا ضعف موقع تحقيقه مش في المعدل في أحسن سنة اللي هي 2007. إذا هل بتشوفوا على مستوى على مستوى التشغيل على مستوى نسبة النمو اللي حققناه سنة 2013 ما زالت الأرقام لكن مش تكون للأسف أقل شوية من 2012 لأنه الوضع الدولي كان أصعب وأنتم عايشين في أوروبا وتعرفوا أنه 80% من تجارتنا ومن علاقاتنا التجارية مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي نسبة النمو يعني إما سلبية وإلا للأسف معناها 0.0% في نسبة النمو. فقلت نسبة النمو كانت 3.6 كي قارناها بالإخوة في المغرب نلقاو 2.8 وقارناها بالجزائر نلقاو 3.2. إذا نسبة النمو رغم كل العراقيل اللي صارت رغم كل الضربات اللي صارت طبعا كانت نسبة كذلك مشرفة وبالتالي ما فهمش علاش بالأرقام هذه ادعاية أنه هذوما ناس ما عندهمش تجربة هذوما ناس خريجي سجون هذوما ناس ما يعرفوش الوضع في تونس تتفند بالأرقام الحقيقية اللي أي واحد فيكم يقدر طبعا يثبت فيها من حقها.